يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، ومعنا شيف هلا حنتكلم على انواع الشوربه، خاصه انه احنا في موسم الشتاء. فعندك يا هلا ايش انواع الشوربه اللي حتقدمي لنا او حنتكلم عنها اليوم وايش المناسب؟ بس قدمت شوي من الشوربه. أيوة من الشوربه احنا اوريدي بدينا. يمكن الشوربه بس نقول كلمه شوربه بنحس هيك بالدفى، بنحس بنتذكر امهاتنا وحتى بنتذكر جداتنا، يعني هي اصلا وجبه كثير كثير دافيه وكثير فيها حب. فكره انه لما بقول انه فيها حب هي مو لانه حطيناها وطبخناها ورشينا حب، هي انه بتاخذ وقت بالتحضير، يعني فعلا انه مكونات الشوربه كوجبه متكامله اذا بدنا نقول عنها بتاخذ وقت بالتحضير، انه بدك تسلق مثلا، تقلي اول شيء البصل، ترجع تحط المرق اللي مرقه الدجاج المسلوق مثلا، تضيف عليه الخضار اذا حابه تضيف خضار، بعدين لمسات كل شخص بتختلف عن جد من بيت لبيت. بحس انه نحن بنربط الشوربه بانه مثلا اذا حدا مريض لازم نعمل شوربه. صح. رمضان برمضان شوربة. المعدة فاضية ومتضايقة الشوربة. أطفال صغار لسه ببداية مرحلة الأكل الشوربة تعتبر من المكونات اللي يمكن سهلة عليهم. فكنت حابة أقول إنه الشوربة يمكن من أول الأكلات اللي انطبخت بالعالم بالتاريخ. يعني طبعاً لسهولة تحضيرها، يعني يمكن أول شيء بيخطر على البال نحط أكل نحط معاهم مي. فالشوربة بتشوفيها إنه بدت يعني من أول التاريخ، بس طبعاً أكيد تغيرت من بلد لبلد على حسب المكونات الموجودة عندهم. حبيت هيك شوي اخذكم بجوله عن حول العالم، وانا صراحه الشوربه يمكن حتى بتشوفيني لما بطبخ شوربه بعملها اكثر كوجبه. ايوه صح. فمثلا بتشوفي بايطاليا من اشهر الشوربات والمفضلين عندي هي المنستروني سوب. المنستروني هي عباره عن شوربه بتحتوي على انواع خضار كثير منوعه، فيها الكوسه، بطاطا، جزر، فيها طبعا اكيد الكرات، الكرفس، البصل، كل هاي المكونات العطريه اللي بتعطي طعم. وكمان بنستعمل فيها بيحطوا فيها شوي من الباستا، المكرونه الصغيره، وبحطوا عليها كمان بقوليات. فاذا بتفكري فيها يعني كشري ايطالي، يعني كشري بس مع زياده الطعمات، وهذا يمكن لانه هاي المكونات كثير طيبه بايطاليا. ممتازه اصلا هذه الشوربه لذيذه. وبعدين بقول لك شيء، هلا يمكن انت من خلال البرنامج كسرتي لنا فكره انه الشوربه ابيتايزر. صح. يعني فعلا انت عملتينا كذا مره شوربه من جد وجبه وتكليها وانت شبعانه وفيها كل المكونات اللي تحتاجيها في الوجبه. يعني مو بس هيك، كمان مثلا هي بترجعي انت لكلتشر او حضاره كل بلد. يعني نحن عم نحكي انه بنشوفها كنا جزء او مقبلات، فعلا هي ممكن تكون مقبلات، بس قد ايه هي خفيفه لتكون مقبلات ونقدر ناكل بعدها. أيوه. مثلا بتشوفي بالصين بيعتبروا الشوربة شيء بينشرب بالكاس، بتكون شوربة شفافة، بتكون خفيفة كتير، بيكون فيها مكونات خفيفة على المعدة، فبيعتبروها نوع من أنواع المشروبات المرافقة للأكل، بس وبتكون بتهضم. يعني بس هيك أخف، يعني إحنا مثلا نستخدمها الآن فك شوي. يعني الحين هاني عنده إيش نوع شرب الآن؟ باليقطين وأنت بالطماطم. يا سلام. هلا هدول النوعين من الشوربة. مثلا اللي هاني معك شوربة اليقطين داخل فيها شوي من الحر، فيها كاري، فيها شوي مكونات هيك فريش. بعد ما نحن بنسلق هاي المكونات بنطحنها فبتصير عنا سمود هيك وخفيفة. الطماطم نفس الشيء، إذا نحن عنا كمية بندورة طيبة هيك وفرش وطعمتها نكهتها طيبة بدون أي مواد حافظة، بدون إضافات ما بنحتاجها، نقدر إحنا نعمل كمان نعملها بس إضافة البصل مع الثوم، بنرجع بنحط عليها الخضار، بنسلقهم مع مرق الخضار أو مرق اللحم. والله طيبة مرة صراحة. استمر بالحديث. أيوه إحنا طبعاً الحلو إنه الحلو بهذا الموسم، عم نحكي نحن بموسم الشتاء ليه بنرغب بالشوربة، هي دافية وهي فيكي تاخذيها معك مثل ما أنتوا هلا ماسكين المج، يعني بتاخذيها معك على الشغل، بتاخديها معك حتى المساء اذا انت عم تطبخي. يعني هي من جد في مق، انا كنت حاسب ما احنا لاقين زبديه. لا هي كذا الستايل حقها. يعني انت فيكي تحملي الشوربه بمق او بكاس، لانه احيانا الكاسات الخاصه او الصحون الخاصه للشوربه يمكن لازم يكون معها معلقه او كبيره واكثر للاشياء اللي فيها مثلا نودلز، معكرونه او مكونات هيك تشانكي. فكنت لذيذة والله. صحتين. الفكرة هون يمكن بإضافة بعض المكونات اللي بتحمينا من الأمراض، يعني نحن دائما نربط الشوربة بأنه أنا تعبانة وبدي أخذ شوربة وفعلا بتريح، لأنه طبعا نسبة السوائل الزايدة بتروح الإنفلونزا أو بتساعد أنه تخلينا نشفى بسرعة. بس كمان في شغلة تانية، أنه نحن بنقدر نحط مكونات بتعمل يعني مضادة للأكسدة اللي بالجسم، فبتساعد تدعم الجهاز المناعي قبل ما إحنا نمرض. أيوة. يعني حخبركم مثلا شيء، هلأ أنا من يومين مثلا سلقت دجاج عملت فيه ملوخية.
فبعد ما استعملت مرقة الدجاج للملوخيض زاد عندي كمية. كسوت ملوخية في الست هلا ولا لا؟ بالبيت. آه في البيت. طيب أوكي. لا ما راح عليك. في من ورانا يعني طبيخي. المرق اللي زاد من الملوخية لأنه هيك بيكون أخذ كل الخواص الصحية الموجودة بالدجاج من عظم الدجاج، بتعرفوا هي المرقة كتير صحية ومفيدة، خليتها موجودة بالثلاجة. هلا مثلا اليوم برجع بقدر أسوي بصل مع عدس، العدس الأخضر مع شوية سلق، وحط عليه ليمون مثل الشوربة اللي عملناها يمكن من أسبوعين. ممكن استعمل هي المرقة اللي هي أخذ كل هاي الخواص، نحط عليها بكل بساطة نقلي شعيرية مع دجاج مفتفت وشوية بقدونس، ومنحط عليها عصرة ليمون. فإحنا عم نشرب يعني حلق مثل ما نحن عم نشوف، هاي اللي بنسميها بروث اللي هي الشوربة الشفافة. أيوه. فدايما الشوربة الشفافة كتير خفيفة وكتير مريحة، وحتى بالحالات اللي الشخص حاس حاله تعبان ومريض بتكون كتير 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 مريحة. تعرف هي تكون مريحة ليه؟ لأنه الواحد يعني سبحان الله لما يكون مريض أصلاً فكرة إنه يمضغ أكل، أنا ماني قادر أقوم وفي أكل وأقطع وأخلط أكل مع بعض، فهو فكرة إنه دافي وردي في له كل المكونات اللي أحتاجها وأكلها مريح. تعملي كمية كمان سارة، يعني أحياناً عجد نحن ما عنا وقت، فممكن تعملي كمية وتكون موجودة وتقدر تستعمليها بكل الوجبات. هلأ حأعطي كم نصيحة لبعض المكونات اللي يمكن مناسبة بتدفي الجسم، يعني إحنا مو بريدين بشكل عام، بس في ناس عجد بتضل بردانة حتى لو البيت مدفى. الناس اللي بتحب الحر، اللي بتقبل الحر، الفلفل الحر دائما بيرفع حرارة الجسم، فبيعطي دفى وبيعطي هذا يعني يمكن إذا المعدة سليمة طبعاً بيكون كتير مناسب. فإضافة شوي من الحر مع الشوربة صحيح. أي نوع من أي نوع من الحر بتحبوه لأي درجة بتحبوها؟ الزنجبيل مع الليمون جراس، الثوم، هاي كلها مواد بتدفي ويعني هيك بترفع حرارة الجسم. هاي كلها يمكن أخبار أو أشياء مكونات كل شخص بيقدر ياخذ المكونات اللي بحبها. وخليني أقول لكم هيك شغلة يعني أختم فيها موضوع الشوربات كله، ممكن إنه إحنا بكل بساطة ما نهتم بتقطيع المكونات أو كيف بدنا نحضرهم أو كيف بدنا نحطهم. إحنا ببساطة فينا نقلي بس هيك بصل مع ثوم، نقليهم شوية زيت زيتون، نحط عليهم الخضار بأي طريقة مقطعة. مثلاً عم بعمل شوربة كوسة أو شوربة بطاطا أو بطاطا وكوسة أو زهرة وأي مكون خضرة منحبه، نغمره بالمرقة الدجاج أو بالمرقة الموجودة عنا، نخليها تغلي لحتى تستوي الخضروات. بعدين نطحنها، ولما احنا عم نطحنها يعني مو مهم كيف قطعنا الخضره وكيف عملناها. صح. وممكن نزيد عليها شويه كريمه او نزيد بس الملح اللي بيناسب هالوصفه. طب بالمختصر هلا انت ايش شربتك المفضله؟ مره صعب تسال شيف هذا السؤال زي كذا. الشوربات بس بميل للمنستروني اللي هي الايطاليه. وفي الشغله واحده انه في شوربه وحيده يمكن بالعالم تتقدم بارده مع عكس كل الشوربات، شوربه بارده هي الشوربه الاسبانيه الجزباتشو. فإذا شي مرة تقدمت لكم شوربة وطلعت باردة ما تستغربوا، شربت القزباتشو يعني لو كنا برا أسبانيا أكيد حنستغرب. إيه شوربة إسبانية بتتحضر بس من الطماطم مع الخيار وشوي من الأعشاب. تسلم ممكن كنت حقول تسلم الأيادي في شوربة ما حمستنا الأكل. شكراً هلا، يعطيك ألف عافية على هذا المعلومات. ويمكن الواحد زي ما قلتي القيمة الغذائية لهذه الشوربة ما حتكون نفسها إذا هم قرروا يستخدموا أشياء مثلاً مو الخضار الطبيعي أو مثلاً مرقة الدجاج المي طبيعية أو هذه اللي تيجي باكيتات الشوربة، ما حيديكي نفس التأثير اللي أنت بتقولي عليه. بس هذا تفك أزمة، تفك أزمة هذه تفك أزمة، لكن بتحل. أعتقد أهم شيء إنه الواحد يقدر يحافظ على القيمة الغذائية عشان يستفيد منها قد ما يقدر. فعلا. شكرا لك يا هلا.